امبارح حقق منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة فوز كبير بنتيجة 10-2 على نظيره منتخب بوروندي في المباراة الثانية للفراعنة في بطولة الأمم الأفريقية اللي بتستضيفها مصر خلال الفترة من 18 وحتى 27 مايو الجاري. الفوز ده طبعا بيجي بعد التعادل في المباراة الأولى أمام نيجيريا، وبكده المنتخب قدر أن هو يتأهل لدور ربع النهائي في البطولة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ محمد عادل حسني رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة اللي معانا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. أهلا بك. يعني طبعا في البداية ألف مبروك على الفوز، وحابين نعرف من حضرتك، يعني بنتكلم عن مباراة نيجيريا في تعادل، وبعدين نتيجة فوز بفارق كبير جدا في مباراة بوروندي. الله يبارك في حضرتك. هو ده طبيعي، احنا أول مرة نلعب في مصر وأول مرة كان يبقى في جمهور، فالولاد كانوا مشدودين، ونيجيريا برضه فرقة تقيلة مش قليلة يعني. فهو دايما مباراة الافتتاح بأي حاجة بيبقى فيها مفاجآت. فالولاد بعد ما خلصوا المدرب قعد معاهم والجهاز الإداري قعد معاهم وفهمهم الدنيا عادي، احنا بنلعب في مصر في أرضنا فلازم تبقوا عاديين يعني، ما تتخضوش، مفيش حاجة، الناس جاية لكم. فالمباراة التانية بقى الحمد لله ابتدوا يفوقوا وابتدوا ما يبصوش للناس وابتدوا يركزوا في الملعب. فهو ده الفرق بس. عظيم. وكابتن رستم ما بيهزرش يعني، انا رحت وحضرت التدريبات والاستعدادات، لا شديد يعني وقت الشغل، ما فيهوش هزار يعني. لا كابتن رستم وكابتن مراد اللي هو التركي ده هما الاثنين ما بيهزروش بجد يعني. ده المدير الفني الجديد اللي جه بعد المدير الفني ما مشي. بالظبط. يعني هو طبعا الظروف صعبه بكل تاكيد على المنتخب، المدير الفني يمشي قبل بطوله مهمه زي دي بكل تاكيد اثر على اللعيبه في هذه المباراه، لكن احنا ادائنا عامل ازاي؟ طمني يعني. احنا اتعادلنا اول مباراه، والمباراه الثانيه الفرق كبير قوي يعني 10-2 دي. لا ما حضرتك بص، الفرق ده مش هو المقياس. هو احنا كان يهمنا اللعب، عشان كده بسالك ادائنا عامل ازاي. لا 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 يعني المقياس مش الاجوان خالص، المقياس طريقه اللعب في الملعب، التركيز الكره في الملعب، اللعب ما بينهم. لكن هو ده كان المقياس. هو بروندي النتيجه دي مش منطق يعني، مش نتيجة تخلينا نتغر في الفرقة. تمام. احنا لازم نبقى مركزين جدا عشان الفرقة، مش كل الفرقة هنقدر نعمل معاها كده. مظبوط. فهو طريقة اللعب هي اللي هتفرق بعد كده. طيب أستاذ محمد، يعني المنتخب كده قدر إن هو يتأهل لدور الثمانية، فهيكون شكل المباريات اللي جاية إيه؟ وبعدين فكرة كمان وجود جمهور ده دلوقتي، قدرنا يعني قدر اللعيبة يتخطوا الحاجز ده أو يتعاملوا معاه، ولا لسه عندهم رهبة شوية؟ لا خلاص، هو بعد امبارح مفيش رهبه، هو كانت الفوز دايما بيجيب فوز طبعا. هم ركزوا وهم عرفوا خلاص ان الموضوع مش هزار، والموضوع خلاص كل الناس عماله بتيجي تتفرج عليهم، فبقى عليهم مسؤوليه كبيره. فان شاء الله الماتشات الجايه هيبقى فيها فرق كبير ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ايه اصعب المنتخبات؟ المنتخب اللي احنا لازم نركز قوي واحنا بنلعب معاه؟ لا هو في كذا فريق يعني، في غانا، في انجولا، في المغرب، الجزائر رغم انها لسه جديده بس فرقه قويه جدا. لا هو دلوقتي المنتخبات افريقيا غير من 7-8 شهور فاتوا. الدنيا متغيره والفرق متغيره وقوتهم متغيره، الناس اهتمت باللعبه في افريقيا كويس جدا. فما بقاش في خلاص منتخب حضرتك ما تخافش منه. او ما تعملوش احترام. ولازم كل المنتخبات تخاف منها وتعمل لها احترام. بس الاقوياء قوي غانا وانجولا والمغرب. بس احنا برضو لازم نعرف الناس ان احنا جداد في اللعبه، فان احنا نظهر بالمستوى ده فدي حاجه كويسه جدا. ما هو لا ما يعني بس برضو ما هم جداد، فاحنا لازم احنا نثبت احنا عملنا ايه. يعني احنا لازم نعديهم ان شاء الله يعني. ان شاء الله. طيب استاذ محمد، خليني اسال حضرتك عن التنظيم. حضرتك قلت لنا ان دي اول مره تنظم البطوله في مصر، فعايز اعرف من حضرتك تفاصيل الاستعداد لتنظيم البطوله في مصر ايه؟ هو احنا بنستعدين من شهر 9 اللي فات، من ساعه ما خدنا الموافقه بتاعت الكاف ان احنا نعمل البطوله. طبعا كان وزاره الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه كانوا واقفين معانا بصراحه يعني. انا اتعاملت معاهم كتير، اول مره الاقيهم يبقوا مهتمين وواقفين بالطريقه دي، بكاس بذات نادي اول بطوله ساق واحده. فكانوا مسهلين لنا كل حاجه، تدريبات، ملاعب، معدات، كل حاجه طلبناها ادوها لنا. فكانت الاستعداد حلو قوي الحمد لله يعني. والمفروض ان النتائج هتبان دلوقتي في البطوله دي ان شاء الله. طب ايه الملاعب اللي هتلعب عليها المباريات يا فندم؟ احنا بنلعب على النادي القطامية بتروسبورت، هو ده الوحيد اللي بنلعب عليه. الافتتاح كان في السلام؟
الاستفتاح كان في السلام، بس وان شاء الله الختام ممكن يعني يا في السلام يا في استاد القاهره، لسه ما قررناش. طب يا فندم بقى محتاجين نتعرف من حضرتك ونعرف الساده المشاهدين اكتر عن ابطالنا، يعني خلينا نعرف اعمار اللعيبه، اسمائهم، الابرز حتى منهم. لا هم بصي بلاش اسماء عشان انا هم كلهم بارزين، فانا معايا 15 لعيب كلهم زي بعض. لكن انا عندي سته بيلعبوا في تركيا، محترفين في تركيا. هو كان واحد بس محمود، وبعد كده بعد بطولة غانا خمسة احترفوا بعديها. احنا عندنا ستة من 15 محترفين في تركيا. ما شاء الله. احنا متوقعين بعد البطولة دي ثلاثة كمان يطلعوا بإذن الله. إن شاء الله. كل التوفيق للأبطال وربنا معاهم، وإن شاء الله البطولة دي تكون بتاعتنا، بتؤهل طبعًا لكأس العالم. كل شكر لحضرتك أستاذ محمد عادل حسني، رئيس لجنة كرة القدم للساق الواحدة.